وفاة الإعلام الكويتي حسين ملا المتروك. توفي الإعلام الكويتي حسين ملا علي المتروك اليوم الاثنين في المستشفى الأميري بحسب صحيفة الأنباء المحلية. وذكرت حسابات إخبارية كويتية أن المتروك توفي بعد دخوله العناية المركزة بالمستشفى الأميري إثر مضاعفات حدثت له عقب إجراء عملية جراحية دقيقة في الأمعاء في أحد المستشفيات الخاصة. وسيوارى جثمان المتروك عصر اليوم في المقبرة الجعفرية. وبدأ المتروك عمله الإذاعي مع إذاعة الكويت عام 1959 وحتى قبل دخوله المستشفى ووفاته. ومن البرامج التي قدمها مساء الخير يا كويت وعلى الخط وجولة في الدولة ومعكم في كل مكان واحترس وركن الشرطة وغيرها. وفاة الملياردير البريطاني ديفيد باركلي مالك مجموعة تليجراف الإعلامية. توفي رجل الأعمال البريطاني ديفيد باركلي الذي بنى مع شقيقه التوأم إمبراطورية تضم صحيفة تليجراف المحافظة عن عمر ناهز 86 عاما إثر معاناة قصيرة مع المرض على ما ذكرت الصحيفة الأربعاء. وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو صحفي سابق في ديلي تليجراف عبر تويتر عن الاحترام والتقدير لديفيد باركلي الذي أنقذ جريدة كبرى وأنشأ آلاف الوظائف في سائر أنحاء بريطانيا، وكان يؤمن بشغف باستقلال هذا البلد وبما كان في إمكانه فعله. ومع شقيقه التوأم فريدريك أنشأ ديفيد باركلي إمبراطورية واسعة بدأت مع الفنادق وتوسعت لتشمل قطاع البيع بالتجزئة، ثم باتت تملك مجموعة تليجراف الإعلامية منذ عام 2004 وفي آخر تصنيف لأسرى أثرياء بريطانيا العام الماضي. قدرت صحيفة تايمز ثروة الشقيقين بسبعة مليارات جنيه استرليني 9.57 مليار دولار. وكتبت تليجراف بتطابق في المظهر وأسلوب الحياة وفي أحيان كثيرة في الملبس وفي أحيان كثيرة في الملبس. كان الأخوان باركلي يعملان كرجل واحد طوال مسيرته متوقفة عند تجنب الرجلين المقابلات واعتمادهما أسلوبا متكتما، غير أن بيع فندق ريدز الفارة في لندن في العام الماضي لمستثمر قطري كشف خلافات في العائلة على وقع اتهامات بعمليات تنصت غير قانونية. وأكد فريدريك باركلي أمام القضاء أن قريبه سجل سرا محادثاته على مدى أشهر. وأطلق رجل الأعمال وابنته ملاحقات قضائية في حق أبناء شقيقه الثلاثة. وإضافة إلى تليجراف اشترى الشقيقان سنة 1992 مجلة زيوربيان التي أغلقت سنة 1998، كما امتلك صحيفة ذا سوكوتسمان سنة 1995 إلى عام 2005. نعت ديوان الملك السعودي اليوم الأربعاء الأمير خالد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن آل سعود. وذكر الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الخميس تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. والأمير خالد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن آل سعود مواليد سنة 1937، أمير سعودي ابن أخو الملك عبد العزيز وزوج ابنته الجوهرة.